السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الكفر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحيي الإخوة الكرام جميعا في بداية هذا اللقاء، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء موفقا مسددا مباركا، وأن يوفقنا فيه للقول الصالح والعلم النافع، وأن ينفعنا ما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعلنا أسعد الناس بما نقول وبما نعلم يا رب العالمين. في بداية هذا اللقاء نستذكر ما انتهينا إليه في المحاضرة الماضية، أو نقول في المحاضرات الماضية. كان قد انتهى بنا الحديث في الدرس السابق إلى نهاية باب عقد البيع، فتكلمنا في المحاضرات الماضية عن عقد البيع من حيث تعريفه وأركانه وشروطه والشروط فيه، ثم تكلمنا عن البيوع المنهي عنها، وتطرق بنا الحديث إلى الخيار وأنواع الخيارات وعرفناها وعرفنا أمثلتها. ثم تحدثنا في ليلة الأمس عن ما يتعلق بتتمة الخيارات وعقد الإقالة وما يتعلق به، وبذلك نكون قد انتهينا بحمد الله مما يتعلق بدرس البيع. طيب، هل هناك سؤال على درس البيع وما يتعلق به، أو ننتقل إلى درسنا اليوم وهو درس الربا والصرف؟ نعم، الحمد لله. طيب، إذا ندخل في إلى درس اليوم وهو درس الربا والصرف. درس الربا والصرف هو من أدق الدروس في أبواب المعاملات، في أبواب المعاملات هو من أدق المسائل، وهو من أدق الأبواب ومباحث عقود المعاملات هو درس الربا والصرف، ويحتاج في بعض الأحيان إلى ضبط قواعده. فإذا ضبط الإنسان القواعد التي يشتمل عليها باب الربا والصرف فيهون عليه ما سوى ذلك، لأن ما بقي يكون كله مجرد أمثلة. فعلى الإنسان أن يركز على هذا الباب من أجل أن يضبطه، لا سيما أن الربا من أشد المعاملات التي قد ورد في الشرع النهي عنها والتحذير الشديد منها، وسنتطرق إلى ذلك في بداية درس اليوم. ولذا على الإنسان أن يضبط ما يتعلق بهذا الدرس، ما يتعلق بهذا الدرس، سواء كان تاجرا يزاول أعمال التجارة، أو كان من ضمن العاملين في الأنشطة المهنية المتصلة بالتجارة ومنها نشاط المحاسبة. في درس الربا والصرف سنتحدث عن أربعة مواضيع رئيسية. الموضوع الأول سنتناوله في درس اليوم بإذن الله وسننتهي منه، وهو مقدمة نظرية حول الربا. الربا من حيث تعريفه، ما هو الربا في اللغة، ما هو الربا في الاصطلاح، ما المقصود به، وما حكمه، وما أدلة ذلك الحكم، وما هي حكمة تحريمه والنهي عنه. ونختم الحديث في درس اليوم بإذن الله عن أنواع الربا، أنواع الربا أو أقسام الربا وأمثلة كل نوع وما يندرج تحت كل نوع. في المحاضرة القادمة بإذن الله سنتحدث عن علة التحريم في الأصناف الربوية والتطبيقات على تلك العلة. ما المقصود بقولنا علة التحريم في الأصناف الربوية؟ المقصود ما هو المعنى الذي من أجله تحرم عملية البيع والشراء في هذه المعاملة؟ بمعنى، هل كل أمر يجري فيه الربا؟ لو أردنا مثلا أن نبيع أماء، أو أردنا أن نبيع سيارة، أو أردنا أن نبيع، هل يجري فيها الربا أو لا؟ هل الربا يجري
ويكون في كل عوضين تتم عليهما عملية العقد، أو لا يكون إلا في أصناف محددة معينة، لا يكون إلا في أصناف محددة معينة. هذا ما سنقصده بالكلام عن علة التحريم في الأصناف الربوية، وسنعرف ما يشتمل عليه الكلام في ذلك الباب بإذن الله في المحاضرة القادمة. وهذا الموضوع بالذات يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى فهم، ومن فهم هذا الدرس علة التحريم في الأصناف الربوية والتطبيقات على ذلك فقد فهم باب الربا كاملا، يعني مع الاستثناءات لا شك في ذلك، لكن أغلب أصول الباب تدور حول هذا الموضوع. بعد ذلك في المحاضرات التي تليها سنتكلم عن الصرف، تعريفه وأركانه وشروطه ما هو وكيف يجوز، وما هي الأشياء التي إذا اختلت فإن المعاملة تكون لا تجوز. وأشير إلى أن الصرف أيضا إذا فهمت علة التحريم في الربا فإنك ستفهم درس الصرف مباشرة، لأنه من ضمن التطبيقات على علة الربا، الصرف كله من ضمن التطبيقات على علة الربا. بعد ذلك سنختم الحديث عن صور من المعاملات المصرفية المحرمة والبدائل الشرعية عنها. نحن نعرف أن الشريعة لا تحرم شيئا ولا تسد بابا إلا وتفتح بابا آخر حتى تقطع الحجة أمام المكلفين، فلا تحرم شيئا في أمور المعاملات إلا وتفتح لك بابا آخر يكون حلالا. ثم يبقى بعد ذلك الاختبار على المكلف، كما يقول الله تعالى وهديناه النجدين، وكما يقول الله تعالى إما شاكرا وإما كفورا. فيفتح بارك البابين ويخبرك بأن أحدهما محرم والآخر حلال، ثم يبدأ الابتلاء والاختبار كما قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ندخل في درس اليوم بإذن الله للكلام عن تعريف الربا. ما هو الربا؟ نسمع دائما بأن هذه المعاملة لا تجوز، فيها ربا، هذه المعاملة تشتمل على ربا، هذا العقد فيه ربا، هذه البطاقة فيها ربا. ما المقصود بهذه اللفظة؟ هي شائعة التطبيق دائما ما نسمعها، فما المقصود بها؟ نقول أولا نرجع إلى معنى الربا في اللغة، نعرفه. ما معنى قولنا ربا في اللغة؟ ما هو الربا في اللغة؟ نقول الربا في اللغة مصدر أربى يربي ربا وإرباء، والمقصود به من حيث اللغة الزيادة. الزيادة كل مواد الربا تدور حول هذا المعنى. يقول الله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أرفع وأعلى، تزيد عليها في المقام. وكذلك قول الله تعالى في شأن المطر وفي شأن الأرض الميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي على نبتها وزاد وكثر. فإذا هذا المقصود من الربا في اللغة، المقصود به الزيادة. الربا في الاصطلاح، الربا في اصطلاح الفقهاء في الشرع، إذا قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أو يقول الله تعالى الذين يأكلون الربا، ما معنى قولنا الربا في لسان الشرع؟ له تعريفات متعددة وكثيرة مختلفة، وبعضها يزيد على بعض وينقص عن بعض، وبعضها تعريف طويلة، لكني بحكم أنكم غير مختصين نقتصر على تعريف واضح ظاهر ومختصر يسهل حفظه، وهو ما يعرفه بعض الفقهاء بقولهم أن الربا الزيادة في أشياء مخصوصة، سواء كان في الأجل أي في المدة، أو كان في نفس العين المباعة، بمعنى أنك تبيع جرام من الذهب بجرامين، أو جرام من الفضة بجرامين، أو ريال، أو مثلا ريال بخمسة ريالات، فهو زيادة في العوضين. أو يكون زيادة في أيضا في المدة، بمعنى أقول لك أنا أعطيك 10,000 اليوم وتأتيني بها بعد شهر، ثم إذا حل الأجل لن تستطيع السداد، أقول نعم أزيدك في المدة لكن تزيد في مبلغ القرض،
فتردها 12 واحدة. إذا تحريف الربا في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة. وهذا كله ظاهر واضح جدا، لا يحتاج يعني لا يحتاج الإطالة في الحديث حوله. طيب ننتقل الآن إلى الكلام عما يتعلق بحكم الربا وحكمة تحريم الربا، بمعنى أن الحكم محرم أو مباح أو جائز، ثم الحكمة، حكمة هذا الحكم، حكمة أنه محرم أو جائز أو مباح ما إلى ذلك. ونختم الحديث أيضا بأثر الربا على الأفراد والمجتمعات. طيب ما حكم الربا؟ نقول أن الربا محرم وهو من كبائر الذنوب، وقد أجمعت الأمة على تحريمه، وتحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة. هل يوجد إنسان يقول لا أعلم أن الربا محرم؟ لا، فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة مثل الربا، من أنكر تحريمه فهو كافر كما يقرر العلماء والفقهاء. فلا شك أن الربا من أعظم المحرمات، بل هو محرم ليس فقط في شريعة الإسلام بل في كافة الشرائع السماوية، في كافة الشرائع السماوية، مثل ما يقول الله تعالى في شأن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله الكثير وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فبين الله عز وجل أنه قد نهى اليهود عن أكل الربا وهو محرم على سائر الأمم لما يشتمل عليه من الأضرار الكثيرة على الفرد وعلى المجتمع، وسنبين شيئا من وجوه هذه الأضرار. واليهود ممنوعون، محرم عليهم عقد الربا، لكنك تجدهم حتى في العصر الحالي هم رواد الصناعة الاقتصادية الربوية، لأنهم معروفون بالتنصل من أحكام الله كما يقول الله تعالى عنهم: وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الكفر. لكن الإسلام وأهل لكن أهل هذه الملة المحمدية حكى الله تعالى عنهم بأنهم يقولون: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمن من الشخص أن يحذر من هذا العقد، من العمل في المجالات الربوية أو يتصل بها، أو كذلك أن يكون من ضمن من يقوم بعقود ربوية سواء كان بائعا أو مشتريا أو بسيطا. طيب إذا نقول ما حكم الربا وما أدلة ذلك الحكم؟ نقول دل على تحريم الربا أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: إن الربا قد جاء فيه من الوعيد ما لم يجد في غيره، ما لم يجد في غيره. ولذا سنتطرق إلى شيء من تلك الأدلة، أدلة من الكتاب وأدلة من السنة وأدلة من الإجماع، وهي كثيرة جدا، لكننا سنقتصر على بعضها، من الكتاب قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: لا يقومون أي أكلة الربا من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. يقول ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وجعل الله هذه علامة لأكل الربا، المقصود بها الصرع والجنون والخنق يوم القيامة، لأنه أرباه في بطنه فأثقله فيه، وهو يخرج يوم القيامة من قبله يقوم ويسقط. وقد قيل أنهم يبعثون يوم القيامة، يعني أكلة الربا قد انتفخت بطونهم كالحبالة. ما المقصود بالحبالة؟ المقصود بها المرأة الحامل أو النساء الحمل، حبلى وحبالة، كل ما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم، كما قال بعض أهل العلم، لأن ذلك يكون شعارا يعرفون به يوم القيامة، يعرف آكل الربا بمثل هذه الحال، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك هنا أذكر لكم قصة ذكرها القرطبي في كتابه الجامع لإحكام القرآن لما تكلم عن آيات الربا. ذكر أن الإمام مالك بن أنس جاءه رجل يستفتيه، يقول: يا أبا عبد الله، إني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر
بمعنى يشرب الخمر، يريد أن يصطاد القمر، يعني من شدة هذا السكر الذي أتاه ذهب عقله، فقام يقفز قفزات يريد أن يصطاد القمر لأنه لا عقل له، ذهب عقله بشرب الخمر. فقال هذا الرجل: قلت لامرأتي أنت طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. هذا الرجل تأثر من هذا الموقف، تأثر من هذا الموقف ولما رأى من سوء الحال الذي يصل إليها الرجل السكران، فقال: أنت طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم شر من الخمر. فأتى الإمام مالك يستفتيه، يقول: هل تطلق امرأتي أو لا؟ لأنه قال: أنت طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أشر من الخمر. فقال له الإمام مالك: ارجع حتى انظر في مسألتك، يريد أن يتأمل فيها وينظر. ولذلك السلف كان عندهم تأمل وتأني في الفتية، لا يستعجلون. على كل حال، جاء الرجل إلى الغد وعاد عليه المسألة، فقال: انظر، أو قال: ارجع حتى انظر في مسألتك وتأمل فيها. ثم أتاه من الغد في اليوم الثالث، فقال الإمام مالك: امرأتك طالق، تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أرى شيئا أشر من الربا، لأن الله قد آذن فيه بالحرب، كما قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأفتاه الإمام مالك بالطلاق، لأنه حلف بالطلاق أنه لا شيء أخبث يدخل جوف ابن آدم من الخمر، لكن الإمام مالك يقول هناك شيء أخبث ألا وهو الربا. على كل حال، هذا شيء مما نبين خطورة عقد الربا. ومن الأدلة كذلك قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذن بحرب من الله ورسوله. من الأدلة كذلك الأدلة من السنة، ومنها حديث جابر بن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وفي لفظ قال: هم في الإثم سواء. انظر، في معاملة ربوية واحدة يلعن الله تعالى ورسوله خمسة: آكله وموكله وكاتبه، حتى الشاهد لا يعرف، يقول له: تعال اشهد على هذه المعاملة. ثم إذا علم أنها معاملة ربوية وشهد، يكون قد دخل في حكم اللعن. انظر إلى شدة الوريد الوارد في عقد الربا. وقد جاء في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آكيان، وإنهما قال لي: انطلق انطلق، إلى أن قال، الحديث طويل، قال: فانطلقنا حتى إذا أتينا على نهر من دب، فإذا فيه رجل يسبح، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الرجل الذي جمعت عنده الحجارة فيفضر فاه، أي يفتح فاه، فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ ثم قال لي: أي الملكان، انطلق انطلق. ثم أخبره بعد ذلك بأن هذا الرجل هو كان في الدنيا يأكل الربا، بأنه آكل الربا. انظر إلى شدة الوعيد الوارد في أو الوارد عن هذا العقد والتحذير منه. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات. قال: وما هم يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المفصلات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. انظر إلى التحريم الشديد لأكل الربا، حتى قرنه رسول الله بالسحر وبالإشراك بالله وبقتل النفس وبالفرار من الحرب يوم الزحف بين الإسلام والكفر وبالقذف. انظر إلى شدة هذا العقد وشدة تحريمه. ولذلك فإن من الناس من يتساهل فيه، وهذا من الجهل. لو أنك قلت له: اقتل فلانا، قال: أعوذ بالله. ولو قلت: اخرج من الإسلام، قال: أعوذ بالله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين أكل الربا وبين سائر هذه المعاصي.
على كل حال أيضا دل الإجماع على تحريمه. هل يوجد من علماء الأمة أو حتى من عامتها من يقول أن الربا جائز؟ لا، أجمع علماء المسلمين على تحريمه في سائر الأعصار وسائر الأمصار، كلهم يقولون الربا لا يجوز. طيب، هل هناك سؤال على ما سبق؟ واضح، أظنه واضح جدا. طيب، بارك الله فيك. ننتقل الآن للحديث عن حكمة تحريم الربا. نحن قلنا أن الربا محرم، وذكرنا الأدلة التي وردت في التشنيع عليه وفي تشديد تحريمه، وقلنا أيضا أنه حتى محرم في جميع الشرائع السماوية. كل الشرائع السماوية جاءت في لبيان تحريم الربا. طيب لماذا؟ لماذا هذا التشديد الشديد؟ لماذا حرمه الله على سائر الأمم؟ لا شك أنه قد حرم لما فيه من الأضرار العظيمة، ولما يترتب عليه أيضا من الآثار العظيمة الوخيمة، على سواء كانت على الفرد أو على المجتمع. ولهذا عدة وجوه عديدة من الحكم التي تقتضي تحريم عقد الربا، لكن نتطرق إلى شيء منها. فمن ذلك أن الربا يتضمن ظلما واضحا، لا سيما في ربا الديون وربا القرض، لأن فيه أخذا للمال بغير جوف وبغير مقابل. تبيع درهم بدرهمين، وبعد الأجل يحصل على زيادة درهم من غير جوف ومن غير جهد ومن غير تعرض لربح أو خسارة، كما في المشاريع التجارية يتحمل الإنسان مخاطرة، لا، مجرد أنه يأخذ الدرهم بالدرهمين والدرهم بالثلاثة وبالأربعة وهكذا. لا شك أن في ذلك ظلما ظاهرا، ويعيش هذا المرابي على كد واشتغال الآخرين واستغلالهم، يشارك المزارع في مزرعته والصانع في مصنعه والعامل في معمله والتاجر في مكتبه من غير أن يقوم بأي شيء، ولا أي عمل ولا أي جهد ولا أي مخاطرة. هو مجرد قابع في بيته وغيره يكدح ويبذل ويعمل، يخشى الخسارة ويرجو الربح. ولذلك يقول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إن تبتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أشار إلى أن من شكم تحريم الربا وقوع الظلم، لأن فيه ظلما ظاهرا. من وجوه الحكمة أيضا أن الربا يربي على الكسل والخمول، يربي الإنسان والمجتمع على الكسل والخمول والدعة والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب النافعة والابتعاد عن الإنتاجية والإيجابية وقيادة الأمة المسلمة لقيادة الأمم والسعي في الأرض بالصناعة والزراعة والتجارة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رأى أنه إذا أودع نقدا معينا في بنك يحصل على فائدة مضمونة، لماذا يعمل ولماذا يقوم ولماذا ينشط في العمل والإنتاج؟ لماذا؟ يفعل ذلك ويخرج إلى الراحة والكسل ويضع هذا المبلغ ويأخذ الفوائد عليه، وبهذا تتعطل مواهب الأمة وتخسر الأيادي العاملة. وهذه الأيادي قد كان باستطاعتها أن تسعد نفسها وتبني أمتها، بدلا من إسعاد نفسها على مضرة الآخرين من أبناء الأمة. ولذلك يقول بعض أهل العلم بأن الله حرم الربا لأنه يمنع الناس من الاشتغال في المكاسب. صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدراهم الزائدة سواء كانت نقدا أو نسيئة يخف عليه اكتساب المعيشة، فلا يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعة الشاقة، فيكون من أكثر الناس ومن أبلد الناس، مجرد أنه قد جمع مبلغا ويبدأ بإقراضه وأخذ الفوائد عليه. ومن الوجوه أيضا أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس. الشريعة لا شك بأنها جاءت بالحث على التعاون والتكافل وإجراء الإحسان بين الناس والمواساة لمن أصابه شيء، ولا شك أنها جاءت بذلك كله حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء. لكن الربا لا، يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس ويسد باب التعاون والإحسان والمواساة، كما يؤدي أيضا إلى تكدس الأموال. الغني يزداد غنى والفقير تجد أنه يزداد بؤسا وفقرا، ثم بعد ذلك ينقسم المجتمع كله إلى طبقتين: طبقة أغنياء لا تعرف الفقر مدخمة ومترفة، وطبقة فقراء معدمين لا يعرفون معنى الحياة.
ثم ينتج عن ذلك أيضا طبقية، وينتج عنها ارتفاع في معدلات الجريمة لما تورث تلك الطبقية من العداوة والبغضاء بين طبقات المجتمع. ولذلك نحن في القرآن لا نجد آية من آيات تحريم الربا في الغالب، إلا نجد الإشارة إما قبلها وإما بعدها بآية أو حتى بآيات تحث على الصدقة وعلى الإنفاق وعلى البذل في سبيل الله وعدم استغلال حاجة الفقير المسكين المعسر حتى لا يكون معدولة بين الأغنياء. ولذلك تجد في آيات الربا في سورة البقرة أن الله قال في خلالها، جاء في خلالها لا شك الحث على الصدقة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ثم بعد ذلك جاء الحث على الإنفاق وضرب المثل للمنفق وللممسك وللمانع من حق الله تعالى في المال وما إلى ذلك. ثم أيضا جاء بعدها الإشارة إلى فضل إنذار المعسر، إلى فضل إنذار المعسر بمعنى أنك لا تضغط أو لا تشدد على من حل الأجل ولا يستطيع السداد. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقال معسرا أقال الله عثرته يوم القيامة، أقال الله عثرته، أو من أنظر معسرا أقال الله عثرته يوم القيامة، وما إلى ذلك من النصوص التي تحث على فضل إنذار المعسر. من وجوه حكمة تحريم الربا أيضا أن الربا من أسباب انتشار البطالة وارتفاع معدلات البطالة في المجتمعات. لماذا؟ لأن أصحاب الأموال يفضلون إقراض أموالهم وأخذ أو تحصيل الفوائد عليها، يفضلون ذلك على استثمارها في المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والتي ينتج عنها فرص عمل للشباب في مختلف المجتمعات. لا تجد أن الرجل يريد أن يعني يشغل أمواله في إقراض الأموال فقط، هذا بالتالي لا شك أنه يقلل من فرص العمل ويزيد من أعداد البطالة، وهذا لا شك أنه مشاهد مرئي في المجتمعات التي يبشر فيها الربا. تجد هناك ارتفاع في معدلات البطالة، ويؤكد هذا أيضا ما يشاهده من معاناه في بعض الدول بالرغم من تقدمها في التكنولوجيا والتطور الصناعي، لكن في الحقيقة قد قرر حتى بعض الكتاب الغربيين أن من أول أسباب انتشار البطالة فشو الربا فيها. أيضا حكم تحريم الربا أن الربا أيضا يسبب غلاء الأسعار وارتفاع نفقات المعيشة. لماذا؟ لأن صاحب المال إذا استثمر ماله في الصناعة والتجارة والزراعة لن يرضى بسلعته التي ينتجها إلا بربح أكبر من نسبة الربا. لو شغل ماله في الربا سيحصل مثلا على 4% أو 5%، لن يرضى أن يشتغل في التجارة أو الزراعة أو الصناعة إلا بنسبة 10% أو 20%، وإلا لماذا يعمل؟ يرضى بالنسبة التي تأتي من عوائد الربا. فلا شك أن في هذا رفع للأسعار، لأنه إذا استثمر هذا الرجل في استثمر المال في مشاريع المنتجة يتعرض فيها إلى الخسارة ويبذل فيها جهودا كبيرة، فلابد أن تكون نسبة الربح أكبر من نسبة الربا، بل أكبر بكثير. وكلما ازدادت نسبة الربا أيضا تغلو الأسعار إذا كان هذا المنتج أو التاجر يريد أن يشغل ماله. لكن إذا كان هذا المنتج والتاجر يقترض هو نفسه بالربا، فرفعه بالأسعار سيكون واضحا أمر بديهي. لماذا؟ لأنه هو نفسه يقترض بالربا يرد 10-20، وهذه 20 لابد أن يأخذها من المستهلك حتى لا يخسر، وبعد ذلك يحصل أرباحه، فهذا أيضا أمر بديهي فيضيف إلى نفقاته ما يدفعه من الربا. وهذه الحقيقة أيضا أكدها كثير من الاقتصاديين، أكدوا على حقيقة تأثير وتأثر الربا في رفع الأسعار، وبينوا أن الربا من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار. أيضا الربا من أبرز أسباب الأزمات الاقتصادية التي تحل بالمؤسسات والشركات والدول. تجد في غالب الأحوال إذا رأيت أزمة اقتصادية في من أزمات الكبرى العالمية على مستوى الاقتصاد العالمي، تجد أنه بعد تحليل أسباب تلك المشكلة تعود إلى
التعامل بشيء من العقود الربوية، تجد أن الربا خلف ذلك الاهتزاز وخلف تلك الأزمة، لأنه من يختلف بفوائد ربوية تتراكم عليه بمرور الزمن ثم يحدث في الغالب عن سدادها، ثم ينجر ذلك على ما دونها من الرهون وما كان قد أجريت عليه أو على وفق عمليات التمويل، ثم بعد ذلك تنهار المنظومة كاملة. وثبت أن الأزمات التي تحتدي الاقتصاد العالمي تنشأ غالبا من الربا الذي يتراكم مع مرور الوقت على الشركات والدول دون أن يكون له قيمة حقيقية على أرض الواقع. طيب، إذا هذا تلخيص سريع لما يتعلق بحكمة تحريم الربا. هناك وجوه كثيرة من ضمنها هذه الستة لتضمنه للظلم الظاهر، ولأنه يفتح ويربي على الكسل وضعف الإنتاجية، ولأنه يسبب انقطاع المعروف بين الناس ويشيع الحياة المادية، ولأنه أيضا يرفع معدلات البطالة ويتسبب في غلاء الأسعار، ولأنه كذلك يسبب الأزمة وهو يعني يكمن خلف أسباب الأزمات الاقتصادية الكبرى. هل هناك سؤال على ما سبق أو ما سبق واضح؟ نعم واضح، لأنه مقدمة نظرية ظاهرة لا تحتاج حتى إلى كثير التركيز، إنما تحتاج إلى فقط اطلاع ومراجعة. نتكلم الآن عن الأمر الأخير في محاضرة اليوم، أنواع الربا أو نقول أقسام الربا. ما هي أقسام الربا أو ما هي أنواع الربا وما أمثلة كل نوع؟ طيب، نقول الربا إجمالا نوعان، الربا إجمالا نوعان، ربا الديون وربا البيوع، ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون كذلك نوعان قسمان يندرجان تحت ربا الديون، ثم أيضا ربا البيوع نوعان قسمان، إذن الإجمالي أربعة قسمان تحت كل قسم، قسمان تحت كل قسم أيضا قسمان أو نوعان. النوع الأول قلنا هو ربا الديون، ربا الديون ما هو؟ أيضا قسمان، ربا الديون وربا القروض. النوع الأول ربا الديون، النوع الثاني ربا القروض. طيب، ما هو ربا الديون؟ ربا الديون يكون له دين على إنسان، فإذا حل الأجل جاء إلى المدينة وقال إما أن تقضي المبلغ الذي عليك وإما أن تربي. ما مثال هذه الصورة؟ مثالها رجل جاء إلى تاجر قال أريد أن تقرضني مبلغ 10,000 ريالا وأسددك إياها بعد شهر. جيد، أسددك إياها بعد شهر، كم يسددها؟ يسددها 10,000، لا يوجد هنا زيادة، لا يوجد هنا ربا. قال نعم تفضل هذه 10,000. لما مضى الشهر جاء هذا التاجر إلى الرجل وقال أين القرض؟ أين المبلغ؟ أين السداد؟ قال والله ما أستطيع الآن، ما أستطيع. قال طيب أنا ما عندي مانع، أعطيك فرصة شهر إضافة لكن بشرط، ما تردها 10، تردها 12، تردها 12. هذا المقصود بربا الديون، ربا الديون. ومن أمثلته بطاقة الفيزا المحرمة، هناك أنواع الفيزا، منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، لكن المحرمة تحريمها بسبب أنها تشتمل على ربا الديون، فهناك مساحة من الوقت متاحة من غير أن يكون هناك نسبة على العميل، لكن بعد ذلك أو على حامل البطاقة، لكن بعد ذلك إذا لم يستطع السداد بعد مضي المدة فإنه يزيد عليه مبلغ. فهذا من أمثلة ربا الديون. إذا قلنا ربا الديون له قسمان، ربا الديون، والنوع الثاني أو القسم الثاني ربا القروض. ربا القروض، ما المقصود بربا القروض؟ ربا القروض أن يشترط حال الإقرار الزيادة عند الرد. قبل قليل في ربا الديون قلنا أنه يقرض 10,000 ويقول تأتي بها 10، هنا لا، يشترط حال الإقرار مباشرة، أول ما يأتيه يقول أريدك أن تقرضني 10 يقول ما عندي مانع، لكن تأتي بها مثلا 20 أو تأتي بها 12 مباشرة، حال الإقرار. إذا كانت الزيادة عند حال الإقرار
فتكون نادرة القروض ولا مريبة الديون؟ يبدو أن الإخوة غير منتبهين. طيب، لابد أن تستوعبوا، فإذا سألنا عن شيء من ذلك نكون قد سبق الشرح، سبق الشرح، لابد أن تستوعبوا. طيب، يكون نتيجة القروض، نعم أحسنت يا أخت نجلاء، أما إن كان بعد مضي الأجل فيكون من ربا الديون. طيب. النوع الثاني أو القسم الثاني هو ربا البيوع. ربا البيوع، ربا البيوع نوعان رئيسيين، نوعان رئيسيان، وسنتعرف عليه أكثر إذا تكلمنا عن علة تحريم الربا، علة تحريم الربا، لكن نأخذ الآن مقدمة. ربا البيوع قسمان، إما ربا فضل وإما ربا نسيح. ربا الفضل الزيادة، في الفضل معناه الزيادة. الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. فمثلا ريال بريالين، هنا نجد زيادة اتفاق جنس ريال وريال، جرام ذهب وجرام ذهب، نقول جرام وجرامين، كيلو تمر سكري بكيلوين تمر خلاص، مع حصول التقابض ما عندنا مشكلة في التأخير من نسيئة، كلها حصلت في نفس المجلس، لكن الإشكال بالزيادة، هل يجوز أن تبيع درهم، أن تبيع جرام ذهب بجرامين ذهب، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن فيه ربا فضل. على كل حال، من أنواع ربا البيوع ربا الفضل، وتعريفه الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا، وهذا من هذا. النوع الثاني ربا النسيئة، والمقصود به التأخير. عندنا الفضل الزيادة، أما النسيئة معناها التأخير. النسيئة التأخير في البدلين الربويين المتفقين علة أو في أحدهما، أو في أحدهما، إما نؤخرهم جميعا أو نؤخر أحد هذين العمرين. فمثلا نقول جرام ذهب بجرام ذهب، لكن ليس اليوم، أنا أسلمك اليوم جرام وتأتي بالغد بجرام آخر، هنا ليس عندنا زيادة، جرام بجرام، لكن عندنا نسيئة، عندنا تأخير، لا يجوز، لابد أن يتقابض، من هذا طلب السلف، مثلا بمثل، يدا بيد. ومثاله أيضا مثال، لو باعوا كيلو تمر سكري الآن نسلمها الحالة في مجلس العقد، مقابل أن يسلمه في الغد مثلا كيلو تمر خلاص، فهنا لا يجوز، هنا لا يجوز، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه هناك تأخير، ويشترط التقابض عند اتحاد العلة، عند اتحاد العلة. هل هذا واضح؟ نعم، بارك الله فيك. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، ونتكلم في المحاضرة القادمة عن علة تحريم الربا في الأصناف الربوية. لكن قبل ذلك، قبل أن نختم درس اليوم، أنا نزلت في المنتدى المادة العلمية للدروس، للدروس، دروس المحاضرات الخمس الأولى، محاضرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى انتهاء محاضرة اليوم. أنا نزلتها في المنتدى، وضعتها ملف وعلى في المرفقات، ما أدري هل وصل ولا لا. أنا رأيت الموضوع موجود في المنتدى منشور، لكن ما رأيت المرفقات، ما أعرف هل هي تظهر للطلاب أو ما أدري كيف. على كل حال، هذه وصلتكم أو لا؟ إيه، هذا اللي أنا خشيته. طيب، هذا اللي أنا خشيته، أنه ينزل الموضوع بدون مرفق، أنا ضعت مرفق ورفعته. على كل حال، سأحاول أن أرفعه على رابط مستقل وأضعه كرد على الموضوع، كرد على الموضوع، أو أحرر الموضوع وأضيفه. نعم، زينب كذلك أختنا، هذا الذي خشيته، لأني دخلت على الموضوع ما وجدت المرفق. على كل حال، سأقوم الآن برفعه على رابط ووضعه في نفس الموضوع بإذن الله، يعني ترجعوا للموضوع بعد 10 دقائق، ربما تجدون بإذن الله الرابط، وسأتأكد أيضا منكم بإذن الله في محاضرة الأربعاء القادم الساعة 9.
الساعة 9 يوم الأربعاء القادم. الساعة 9 يوم الأربعاء القادم هل عندكم محاضرة أو مناسب؟ يوم الأربعاء الساعة 9، لأنها محاضرة مهمة عن علة الجبال، لابد أن يفهمها الإخوان جميعا والأخوات. ها يا إخوان اتفقوا، يبدو اختلفتم. هل عندكم شيء يوم الأربعاء الساعة 9 إلى 9:45؟ تعال على 9:45. لأن أنا أنشأتها ووضعت الوقت جيد. طيب أخ دالي لعلك أجل أي من 9 إلى 9:15. طيب أخ دالي يبدو أنك يمكن وهمتي، لعلك تراجعين الجدول. الأخوات يقولون أنه ما عندهم شيء في ذلك الوقت. على كل حال نصلي ونسلم على رسول الله في ختام هذه الدرس، ونستودعكم الله بإذن الله إلى نهاية المحاضرة وإلى بداية المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.